انا احقق. واحد يقول لي طيب يا اخي الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، لماذا ذكرت الشعراوي بالذات؟ لاننا هذه في هذه اللحظه بالذات نحتاج امثال الامام العارف بالله الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي اليوم انا اقول لكم لا نفتقد علمه، العلماء موجودون دائما، قبله وبعده واكبر منه واصغر منه ومن يساميه ومن يساويه، لا 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 العلم موجود، لا لا لا، والكلام موجود والفصاحه موجوده، ليس هذا الذي نفتقده، نفتقد صدقه في تدينه، صدقه في رساليته، صدقه في أخذه الدين بقوة. الشيخ الشعراوي حين كان شاباً، نعم كان شيخاً متخرجاً من الأزهر وكذا وعالماً، لكن كان في شبابه وقتل أخوه، هو تنازل عن دم أخيه في صعيد مصر، فضيحة وعار، وأخر الدين وأخر كل شيء إلا الدم، تنازل وعلم الناس درساً كيف يكون التدين العملي مش النظري. أمه كادت تجن، أبوك هذا إيه؟ يعني يقضي غماً، كيف عندما أخوه؟ ماذا يقول الناس؟ قال له أجرنا عند الله، من عفى وأصلح فأجره على الله، نحن نريد أن نعلم. رحمة الله على الشيخ العارف بالله، رضوان الله عليه في هذا اليوم المبارك، والله العظيم كثر الله في الأمة من أمثال الشيخ متولى الشعراوي. مش الشيوخ قلة الأدب اليوم بسب هذا وبلعن هذا وبسب هذا وهذا وهذا وبطلع حذاء وبضرب، إيش شو هذا يا أخي؟ إيش البلد اللي إحنا فيه هذا؟ كدنا نسمي بعضهم شيوخ الأحذية، كل يوم أنت تشوف واحد طلع حذاء وقال عندي حذاء، إيش عندك حذاء؟ إيش والناس عندها أحذية يا أخي؟ قال عندي حذاء والناس عندها أحذية، إيش تعمل في الأحذية؟ بدنا أدمغة مش أحذية إحنا، أحذية كثيرة جدا والله العظيم ورخيصة، إيطالي وغير إيطالي، بس بدنا أدمغة مش أحذية، بدنا أمثال الشيخ العارف بالله الشعراوي رحمة الله تعالى عليه. ها؟ واحد يقول لي الشيخ الشعراوي تنازع عن دم يا أخي.